بالنسبة للخلاف يقع بين علماء الحديث في مسألة التضعيف والتصحيح، تجد الشيخ يضاعف والشيخ الآخر يصحح، ما هو المخرج؟ المخرج أعظمهما علما وأوسعهما معرفة قلده، أوسعهما علما وأعظمهما معرفة قلده، لأنك مقلد في هذا الباب. افترضنا مثلا الشيخ الألباني مثلا حسن الحديث، والشيخ الحويني ضعف هذا الحديث، تقلد مين؟ يبقى الشيخ الألباني. ده كمثال عملي يعني، ماشي الحال؟ حتى لو الحق مع الشيخ الحويني، لان انت مقلد ما انتش عارف فين الحق بين الاثنين، فانت بتشوف اعلاهما علما واعظمهما معرفه بهذا الباب.